أرحب بكم مشاهدينا مجددا إلى نقاش هذا الصباح، ومع بداية اليوم 67 من العدوان على غزة شن الطيران الحربي غارات عنيفة على القطاع، كما أنذرت قوات الاحتلال النازحين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بإخلائه فورا وإلا سيتم قصفه. وبالتوازي تواصلت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خاصة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بينما شهدت الضفة الغربية المزيد من الاقتحامات الصهيونية والتصعيد. وفي حين تزداد أوضاع السكان المحاصرين في غزة سوءا مع انتشار الجوع، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة جديدة في المنطقة من دون أن يبدو في الأفق ما يشير إلى اتفاق قريب على ما أو على وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى في ظل التعنت الصهيوني. للحديث أكثر حول كل هذه التطورات والمستجدات يلتحق بنا الدكتور أحمد شديد المختص في الشأن الصهيوني من الخليل. أرحب بك دكتور، أهلا بك. أهلا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ دكتور من الجولة الجديدة التي تقود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، ما هي قراءتك لهذه الزيارة في ظل عدم بروز أي أفق يشير إلى اتفاق قريب على وقف إطلاق النار؟ يعني هنا دعنا نذهب إلى اللغة العربية وتفسيراتها. لقد زار الكل وقصد إسرائيل، هو قدم نفسه على أنه يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط مداها من القاهرة، ولكن حقيقة الأمر أن المستهدف من الزيارة هي إسرائيل على وجه الخصوص، وذلك لرأب الصدع بين الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وإعادة العلاقات إلى سياقها الطبيعي وإلى سكتها الأصلية والتي آخذة بالتصعيد والتوتر منذ حوالي الشهر. وبالتالي زيارة بلينكن التي لا تحمل أفقا إن كان ذلك بالسياسة أو بالاقتصاد أو بوقف إطلاق النار أو بعمليات بصفقة إطلاق السراح الأسرى المتبادل، هي مجرد زيارة ممكن وصفها بأنها جولة لإعادة العلاقة مع إسرائيل، ليس أكثر ولا أقل. طيب ماذا عن الحديث حول التصور الأمريكي الجديد بخصوص اجتياح رفح؟ يعني الإدارة الأمريكية مشكورة، عودتنا دائما ألا نجتهد بالبحث في ثنايا تلك السياسة، سياسة الإدارة الأمريكية، وعودتنا كذلك أن نأخذ الأمور من جانبها دائما في عين الريبة والشك. الإدارة الأمريكية اليوم التي ترفع صوتا رافضا لعملية عسكرية في رفح هي تغض البصر عن عمليات اجتياح لمخيم طول كرم ومخيم جنين ومخيم نور شمس وكذلك للعديد من المدن الأخرى، مدينة قلقيلية، مدينة طول كرم، واقتحام لأحد المعالم التي حماها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنين، وهي مستشفى الشفاء في غزة والتي تستباح منذ 4 أيام. تم اعتقال وفق الإعلام الإسرائيلي اعتقال أكثر من 300 شخص، تم إعدام أكثر من 140 شخص، وهنا أنا أخذ الأرقام من المصادر الإسرائيلية. وبالتالي الذي يغض البصر عن الجرائم الإسرائيلية في مستشفى الشفاء وفي كافة أرجاء مدينة ومحافظة غزة في شمال القطاع، لا أعتقد بأنه قلق كثيرا على رفح أو سكان رفح أو حتى على الأبرياء الأطفال الذين هم جياع في حقيقة الأمر، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء على رمال رفح. طيب بالعودة إلى الزيارة التي يقوم بها بلينكن، لربما ما الذي الجديد الذي ستحمله هذه الزيارة في ظل ترقب للاجتياح رفح في يعني جانب، وأيضا في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والتي تنذر يعني في كل مرة بانفجار أكبر، خاصة ما تعيشه الضفة الغربية أو القدس المحتلة؟ يعني كل الأوضاع تتحدث عن انفجار سيقع في المنطقة عن قرب بسبب التعنت الصهيوني على مواصلة العدوان على قطاع غزة واجتياح رفح، بالإضافة إلى الممارسات المنتهجة في حق الشعب الفلسطيني في هذه المدة الأخيرة. نعم، دعنا نذهب إلى مسارين. المسار الأول وهو تقرير الاستخبارات العسكرية الأمريكية وتقدير الموقف الذي نشرته منذ أيام والذي تحدث فيما يتعلق، وهو بالمناسبة شامل للكرة الأرضية بأسرها، إن كان ذلك في روسيا أو الصين أو أفريقيا
أو أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ولكن فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط تقدير الموقف الذي قدمته وكالة الاستخبارات الأمريكية هي صورة قاتمة ومعتمة ومظلمة تنذر بمزيد من التصعيد، إن كان ذلك لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن وكذلك داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينذر بمواجهة شاملة لا يريدها أحد ولا تحمد عقباها، وكذلك تكون مصالح الجميع فيها مهددة. وبالتالي الموقف الآن أو تقدير الموقف لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية والذي بكل تأكيد وضعته على طاولة الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية هو مرعب إلى حد ما. ولكن ما الذي أتى في بلينكين شخص بلينكين؟ شخص بلينكين على وجه الخصوص من الإدارة الأمريكية هو قدم إلى الشرق الأوسط في أول أيام العدوان والمواجهة في 8 أكتوبر، قدم بصفته اليهودية، إذن هو شخص مرغوب ومرحب به جدا في إسرائيل وهو مقبول على حكومة الاحتلال. الآن ما الذي دفع الإدارة الأمريكية لإرسال بلينكين؟ باعتقادي بأن تصريحات دونالد ترامب والتي تحدث بها أو مهاجم بها اليهود ووصفهم بأنهم ضعيفي الإيمان ومن ينتخب الديمقراطيين فهو غير مؤمن ومصيرهن النار وما إلى ذلك من تصعيد ضد الحزب الديمقراطي وكذلك توتر ما بين الحزب الديمقراطي وإسرائيل إضافة إلى الوضع الداخل في الولايات المتحدة ونحن على أبواب انتخابات حاسمة عمليا بعد عدة أشهر. وبالتالي الآن أرادت الإدارة الأمريكية أن تعيد إلى حد ما يمكن ترميمه من العلاقة الأمريكية أو على وجه الخصوص إدارة بايدن والحزب الديمقراطي وما بين إسرائيل. يعي تماما بايدن بأن علاقة بنيامين نتنياهو بالإباك علاقة قوية جدا وهذه العلاقة ممكن أن تؤثر على وضعه الانتخابي وممكن أن تؤثر على مكانة الحزب الديمقراطي وهنا من هذا المنطلق جاءت الزيارة من أجل ترميم العلاقة المتوترة بين الإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الديمقراطيين وبين نتنياهو الذي لا يتردد ولا يتورع في مهاجمة الإدارة الأمريكية بل أنه ضرب بعرض الحائط معظم تصريحاته إن كان ذلك متعلق بوقف السلاح الأمريكي أو اشتراط استخدام السلاح أو التلويح بوقف المساعدات أو مسودة القرار التي أعدت أمريكيا ومن المفروض أن تقدم إلى مجلس الأمن والتي تنص بشكل واضح وصريح على وقف كامل لإطلاق النار. طيب في ظل هذه العوامل دكتور أحمد في ظل هذه العوامل دكتور أحمد يعني هل تحاول ربما واشنطن كسب الكثير من الوقت أو ربما استغلال هذه المفاوضات التي تتحدث عنها في كل مرة أنها تقترب للوصول إلى اتفاق سينهي العدوان أو سينهي الاقتتال في لمدة معينة بحسب تصور واشنطن؟ يعني هل تسعى واشنطن هنا إلى المماطلة وكسب المزيد من الوقت لصالح الكيان الصهيوني؟ يعني أتفق معك تماما بحيث أن الإدارة الأمريكية التي تأخذ العالم بتفكيره ومخيلته إلى منطقة رفح بينما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بكافة مكوناتها وأشكالها في مستشفى الشفاء. نعم يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يكسب وقت من خلال عن طريق المناورات الأمريكية على اعتبار وأعلن ذلك صراحة بأن هناك أهداف دسمة كما وصفها أنها شخصيات كبيرة وازنة إن كان ذلك من حركة حماس أو حركة الجهاد متواجدون في مستشفى الشفاء وبالتالي اعتقالهم أو تصفيتهم هو بالنسبة لإسرائيل مكسب وإنجاز كبير ممكن لهذا الإنجاز أن يرفع أسهم نتنياهو أو أن يحد من التصعيد إن كان في الحكومة أو في المجتمع أو في الجيش ضد من يمين نتنياهو وهذه المكتسبات التي من المتوقع أن يحققها جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء هي بالأساس مكتسبات أمريكية على قاعدة بأن الأمن القومي الإسرائيلي هو جزء من فضاء الأمن القومي الأمريكي وهذه نقطة لا يمكن الاثنين أن يختلفا عليها. طيب لو عدنا إلى نقطة مهمة دكتور أحمد بخصوص قرار الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة للكيان يبدو أن يعني هذا الأمر حظي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات، ماذا يمثل هذا القرار بحسب رأيك؟ نعم هناك تحول واضح وهناك نستطيع القول بأن العالم ضرعا بسياسة بنيامين نتنياهو
هذا الصباح كذلك الخارجية البريطانية تحذر الحكومة، حكومة الاحتلال، في حال منع زيارة العناصر حماس الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد حكومة الاحتلال، لا تقتصر فقط على توريد السلاح وإلغاء الصفقات. فيما يتعلق بالحكومة الكندية، بالمناسبة حجم التبادل العسكري ما بين كندا وما بين إسرائيل هو يعني شيء معنوي إلى حد ما اعتباري لإبقاء هذه العلاقة متينة وقوية، يعني لا يتجاوز المبلغ 18 إلى 20 مليون دولار، وهو مبلغ إذا ما قورنا بصفقات السلاح فهو مبلغ متواضع. ولكن أن تتجه كندا إلى هكذا خطوة، إلى تصعيد في النبرة الدبلوماسية تجاه إسرائيل، باعتقادي هو تحول إيجابي نتمنى أن تبني عليه الحكومة الكندية مواقف أبعد من ذلك، ليس فقط اعترافا بالدولة الفلسطينية وإنما أيضا العمل الحازم من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا. خطوة وقف السلاح أو التلويح، هي بالمناسبة تلويح، هي خطوة إيجابية، خطوة ممكن وصفها بأنها جريئة في عالم المتغيرات الحالي وعالم العلاقات الدولية التي نعيش. ردود الفعل دكتور أحمد يعني داخل الكيان أظهرت نوعا من السخط بسبب هذا القرار من الحكومة الكندية، يعني كيف سيؤثر هذا، مثل هذه القرارات كيف ستؤثر على الداخل الصهيوني؟ نعم، بكل تأكيد هناك ردود غاضبة من الاحتلال، إن كان من خلال النخب الذين قرأنا لمقالاتهم أو القيادة الحاكمة في إسرائيل، ولكن مرة أخرى هي عسكريا لا تؤثر على إسرائيل على اعتبار بأن التعاون هو بسيط إلى حد ما، وهذا يعني مشهود بالعلاقة الأمريكية الكندية مع كافة أرجاء العالم فيما يتعلق بالسلاح. ولكن هذا المؤشر السياسي الذي هو نأخذه بالمجال العلاقات الدولية سياسيا أكثر مما هو إجراء عسكري ضد إسرائيل، يفتح المجال أمام العديد من الدول، إن كانت ذات الألوان المضللة بالمحايدة أو التي هي بالمناسبة يعني إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى صالح الشعب الفلسطيني. إذن هناك كسر للمربع الذي يضلل إسرائيليا بخانة الحليف الاستراتيجي، هناك شدود الآن من هذا المعسكر الحلفاء الاستراتيجيين لإسرائيل، كندا تلك الدول، وبالتالي هذا سينعكس سلبا على كافة سياسات كافة الدول في العالم أو معظمها، خاصة تلك التي تسمع بالرأي وتأخذ بالرأي وتعتد بالرأي الكندي ضد إسرائيل. نعم دكتور أحمد شديد المختص في الشأن الصهيوني، أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته، كنت معنا مباشرة من الخليل. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من النقاش لهذا الصباح في محطتنا الأولى، نلقاكم بعد قليل في محطتنا الثانية للحديث حول أسس التغذية الصحية خلال الشهر الفضيل.